الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، عن باقي الاندية المصرية، ونرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبدو ان في البعض من ابناء البليلة ما عجبهمش الرد المحترم للأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على السيد وليد الفراج. الراجل رد معتبر جدا ورد محترم جدا، وقال إن كل كلام وليد الفراج صح، لكن خلينا فاكرين إن الأهلي هو من أنقذ سمعة الكرة المصرية. غلط في حاجة محمد الضماطي؟ لا، لكن للأسف الشديد إحنا عايشين مع نوعية من البشر تعشق قلة الأدب. يعني لما تتكلم باحترام يفتكروك قليل الأدب. هم اتعودوا على الزفارة، اتعودوا على الألفاظ الخارجة، فلما بيلاقوا حد بيتكلم بأدب واحترام وبيرد برقي، لا انت هتقل أدبك علينا ولا ايه؟ لا، احنا مش متعودين على كده، احنا متعودين على لسان الزفر، احنا متعودين اللي يقول لك أمك صاحبتي، احنا متعودين على قلة الادب، فهتتكلم معانا نضيف؟ احنا ما بنحبش النظافة. فطلع ولد من بتوع البليلة اسمه ديفيد. قال لك ايه ديفيد بقى؟ قال لك لازم نقاطع كل المنتجات بتاعت شركات الضماطي. طبعا مش هقول لكم على اسماء الشركات. ليه بتاع البليلة؟ قال لك لازم نعاقبه ولازم نأدبه. ده على اعتبار ان انتوا يا ابني انتوا لو جمعناكم كده في اوضة هنحبسكم. رجع بعدها راح عامل تويتة تانية وقال لك لا، مش كل منتجات الضماطي بس، لا ده كل الرعاة اللي بيرعوا النادي الاهلي لازم نقاطعهم. وقعد يقول لك يلا نقاطع مش عارف بنك ايه، ويلا نقاطع بنك ايه، ويلا نقاطع شركة اتصالات ايه، ويلا نقاطع دهانات ايه. يا ولد انت شاحن كارت فكة، يا ولد ده انت شاحن كارت فكة. عارف يعني ايه شاحن كارت فكه يا حبيبي ولا مش عارف؟ ده بابا وماما بيدوك مصروف الكارت ابو 10 اللي بتشحنه. مقاطعه ايه يا حبيب ماما؟ مقاطعه ايه يا حبيبي؟ مقاطعه ايه يا بابا اللي هتعملها؟ ده انتوا عملتوا قبل كده باليوم مقاطعه ولا الهوى ولا الهوى. وانت فكرك الشركات يا عبيط، فكرك الشركات يا عبيط اللي بتروح ترعى الاهلي ما بتبقاش حاطه في ضمن حساباتها انها هتخسر جماهير النادي المنافس؟ بتبقى حاطه. عايز ازيدك من البيت شعر ايها البليلاوي التافه. احدى الشركات الراعيه الرسميه لنادي الزمالك السنه اللي فاتت عملت يافطه للنادي الاهلي وحطتها في وش مدخل نادي الزمالك وقال لك معاك يا اهلي. يا نهار ابيض، هل تجرؤ؟ كيف تجرؤ يا رجل؟ انت مش خايف من جمهور الزمالك يقطعك؟ قال لك ايه يعني، اكسب 80 90 مليون واخسر 10 مليون؟ اللي يجي في الريش بقشيش، اللي يجي في الريش بقشيش. فمقاطعة ايه يا ولد يا بتاع البليلة اللي انت مفكر نفسك يا صرصار؟ ده انت بتعمل كارت فكة من ابو 2 جنيه ونص. عايز اقول لاخ ايهاب الكومي، تحت شعار تمخض الجبل فولد فقرا، قال لك اكتر نادي ملتزم معانا في الامور المادية توتو على كبوتو النادي الاهلي. اسكت، نسيت اقول لك يا استاذ ايهاب يا كومي، انت ما عرفتش القرار الجديد؟ خد الجديد، النادي الاهلي هيعاملكو المعامله اللي انتوا تستحقوها، عاملناكو بادب واحترام وفق قيمنا ومبادئنا، ما بينفعش معاكو. انتوا اللي ينفع معاكو اللي يخش يضرب باب اتحاد الكوره بالرجلين وبالجزمه ويخش يقول لكم مفكوش راجل، ما ينفعش معاكو غير كده. عشان كده يا استاذ ايهاب يا كومي عايز ابشرك بشرة منيلة بستين نيلة على اتحاد الكورة. ايه البشرة دي؟ ان النادي الاهلي ما عادش هيدفع لا رسوم قيد هيدفع
ولا مديونيات هتدفع، هندفع. وجدول، جدولي، ما الزمالك مش نادي مصري وانا نادي مصري، الزمالك نادي جماهيري وانا نادي جماهيري، هتجدول للزمالك جدولي، هتقف على الزمالك وتقول له مفيش قيد الا لما تدفع، زي الزمالك، اللي تعمله مع الزمالك اعمله معايا. ما انا ما اروحش ادفع كل فتره قيد 40 30 مليون رسوم قيد وتاثر معايا في الميزانيه بتاعتي، وانت حضرتك فاتح على البحري لنادي الزمالك يقيد براحته ويجدول براحته وتاتا تاتا براحته. لا، هنمشي توتو على كبوتو، يبقى تمشي على كل الانديه. هنمشي تاتا تاتا، خلينا تاتا تاتا، احنا كنا نمشي طازه بطازه. عايز اقول ثروت بيه شايف ان اللي بيعمله وليد الفراج، وليد العطار، وليد الفراج الاعلام السعودي ده واحد هاوي يعمل ترند. بتقولوا مين يا اخوانا؟ وليد الفراج. ثروت بيه بيقول ان وليد الفراج بيحاول يركب موجة الترند. اصله مش معروف، اسكتوا، مش طلع وليد الفراج مش معروف؟ وثروت بيه اللي قرايبه بس اللي عارفينه هو اللي طلع معروف؟ قالك مش بس كده، لا ده بوشكاش محفوظ بيضحي. قول يا ثروت بيه وسمعني كلامك حلو وله معنى. قول يا بيه. قالك ده بيحاول يعمل فتنة ما بين اقوى علاقة بين شعبين، بين مصر والسعودية يا بيه، ولازم ما نجيبش سيرة الشخص ده عشان الصفحة تتقفل نهائي خالص مالص. بجد والله يا استاذ ثروت، وليد الفراج بتاع ترند، هو يبدو ان الاستاذ ثروت ما يعرفش يعني ايه سعوديه، وما يعرفش يعني ايه اعلام سعودي، ولا بيتفرج على القنوات السعوديه. ده وليد الفراج ده رقم واحد في السعوديه. وليد الفراج ده يعني شوبير في عزه، شوبير في عزه، ومدحت شلبي بيضربه ميكس يطلع لك وليد الفراج. عايز تقنعني ان وليد الفراج بيركب بقى. وليد الفراج بتاع موجه كوميدي. ايه خفة الدم اللي انتوا عايشين فيها دي؟ بقى وليد الفراج بيركب ترند؟ اصله مش معروف، انما ثروت بيه معروف. ثروت بيه اللي متسجل له مكالمة مع رئيس لجنة الحكام بيقول له هات للمستشار اللي هو عايزه. ثروت بيه اللي طلع في تصريح قبل كده قال لك المستشار عنده أزمة، محتاج بطولة، اروح اجيب حكام اجانب لسموحة عشان الزمالك يخسر البطولة؟ لا، لازم نجيب محمد فاروق، لازم نجيب محمد فاروق. نيدو قال لك انا هطلع رد على وليد الفراج. تعالوا كده نشوف رد ميدو، وفين الرد يعني؟ انا ما فهمتش حاجة. ايه الرد اللي قاله ميدو؟ يعني قناة ميدو، قناة بتاع البرنامج بتاع الريمونتادا، قال لك ميدو يرد بقوة على تصريحات وليد الفراج. اسمع التصريحات، انا ما فهمتش حاجة ولا عرفت حاجة. قال لك الشعب المصري الاكثر فرحا بتطور الكرة السعودية. جميل. قال لك نجاح اي دولة سعودية او عربية يسعد المصريين. جميل. الكرة المصرية مرت باحداث وكوارث تهدم مستقبل اي لاعب يا وليد. تسييس المدرجات اكبر ازمة واجهت الكرة المصرية يا وليد. سلامة أرواح الجماهير أهم من أي أمور تخص الكرة يا وليد. نتمنى أن يصبح الدوري السعودي من أعظم دوريات العالم. يا ابني ما تنطق، فين الرد؟ فين الرد؟ هو ده الرد؟ لا هو ده الرد؟ لا تصدق فعلا رد قوي؟ لا ده رد واحد بيقدم سي في في شغلانة. ده رد واحد بيقول للسعودية أنا هنا هنا هو، لو عايزين اي حد سبوبه في اي استوديو تحليل انا موجود. فين الرد؟ فين الرد يا نجم النجوم؟ هو ده الرد؟ ميدو بقى هبد هبده جميله جدا، انا بحب الهبد الملعوب. في هبد هبد وفي هبد ملعوب. ميدو قال لك تصريح ما يخشش عقل عيل صغير لسه بيعمل على نفسه بالبي. قال ايه ميدو بقى؟
قال لك المعد النفسي في النادي الاهلي عمل تقرير، ولان انا الولد ميدو الجهبذ العبقري فلتت زمانه وعصره واوانه، قدرت بطرقي اعرف التقرير ده. وانا معايا طاقيه الاخفاء، دخلت كده جوه النادي الاهلي، اتسحبت، جبت التقرير قريته صورته، دخلنا على طول. بيقول ايه بقى المعد؟ قال لك المعد النفسي اوصى برحيل احمد عبد القادر. ابنك مجنون يا حاج. اوصى ليه يا حبيبي؟ ابنك مجنون يا حاج. يا ابني ما تنطق، اوصى بايه؟ قال لك اصل احمد عبد القادر ما بيتحملش الضغوط النفسيه والعصبيه والبتنجانيه والمهلبيه الفظيعه، عشان كده لازم احمد عبد القادر يمشي. طب ما تيجي سكه ودغري، انا ما بحبش اللف والدوران. ميدو انت بتحب تلف وتدور؟ لا انا ما بحبش اللف والدوران، تعالى سكه ودغري، قول ان انت عايز احمد عبد القادر يمشي من النادي الاهلي عشان تاخده عندك في الزمالك بس، الموضوع سهل وبسيط. وزودها، قول انا قريتها في نهايه التقرير ان الطبيب النفسي كان بيقول ان الحاله النفسيه بتاعت احمد مش هتتظبط الا لما يروح يلعب في نادي الزمالك، هم هيظبطوا له المود بتاعه وهيروقوا عليه. بالله عليكم، ده اعلامي؟ ده واحد يتاخد مصدر ثقه؟ ده بيقول لك حاجه اصلا خزعبليه، اللي هو تقرير المعد النفسي قبل ما يمشي. ما ده حاجه من اتنين، يا انت خدت المعد النفسي على رجلك كده وعلى حجرك وقعد يقول لك ويحكي لك ويودود لك، يا انت دخلت جوه النادي الاهلي وبطاقيه الاخفاء او باي طريقه اخرى وعرفت توصل للتقرير بتاع المعد النفسي للنادي الاهلي. يا جماعه شيكابالا ده وش الخير على مصر كلها. شيكابالا فال الخير على النادي الاهلي، يعني تبقى خسران من الزمالك ينزل شيكابالا تتعادل وتكسب كمان. شيكابالا الزمالك مثلا متقدم وقرب من البطوله، ينزل شيكابالا بسم الله ما شاء الله يخسر الزمالك او يتعادل. شيكابالا له صورتين مهمين جدا، صورتين حلوين جدا. صوره مع الولد امام عاشور اهو، والصوره الثانيه مع مصطفى كيجو، وبسم الله ما شاء الله. اي حد بيهزر مع شيكابالا ده اذانا ان احنا بنتعاقد معه. شيكابالا هو فابريزيو رومانو الغلابة. نبا شيكا عايزين صورتين تانيين لفتوح وزيزو. بالله عليك كده دور لنا كده عندك في الادراج على صورة لزيزو وعلى صورة لأحمد فتوح. عايز اقول الزمالك ينتوي ترشيح امير مرتضى منصور لرابطة الأندية المحترفة، طبعا من حق نادي الزمالك يرشح اللي هو عايزه، حق مكتسب عاديا، ومن حق الأعضاء يختاروا وينتخبوا. لكن أنا بقول لك أمير هيخش هيكسب، لكن مش هيكون رئيس الرابطة، مش هيكون رئيس رابطة الأندية المحترفة، لكن من حق نادي الزمالك إنه يرشح أمير، يرشح أحمد، يرشح أي حد. لكن المؤكد ان رئيس الرابطه هيبقى احمد دياب، نائب رئيس الرابطه هيبقى الكابتن عماد متعب، الاعضاء بقى ثروت بيه، سويلم، امير مرتضى. وهو برضو يا جماعه عشان ثروت بيه ما يحسش بالفراغ، ما يحسش بالوحده، يبقى امير مرتضى يونسه، يبقى مش زملكاوي لوحده، يبقى اتنين زملكاويه في رابطه الانديه المحترفة. عايز اقول عجبني جدا كابتن وائل جمعة، وائل جمعة صخر الدفاع النادي الاهلي واقوى مدافع في تاريخ الكرة المصرية، او من اقوى المدافعين في تاريخ الكرة المصرية. وائل جمعة قال لك الايام الوحشة، الايام السيئة والسلبية في النادي الاهلي والهلال السعودي بتبقى قليلة جدا، عشان كده هتلاقي الاهلي والهلال مكروهين في افريقيا ومكروهين في اسيا، لانك بتعلم على كل الفرق، انت سبب على ادخال الحزن في قلوب كل المشجعين. فطبيعي كمشجع اهلاوي او كمشجع هلالي
هتلاقي كره في كل حتة، لأنك بتعلم على الكل في آسيا وفي أفريقيا. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل آرائكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا ليكم، سلام عليكم.